يبقى نجح سليمان الحلبي اللي هو السوري يا ولاد في قتل كليبر المدعوي الحلبي نسبة إلى مدينة حلب اللي هي إيه؟ جزء من سوريا. يبقى إذا نجح بس هي سوريا كانت محتلة ساعتها؟ سوريا كانت محتلة؟ لا. يبقى إذا نجح هذا الشاب يا ولاد في إن هو يقتل كليبر، طب مين هيتولى قيادة الحملة؟ هنلاقي تولي مينو قيادة الحملة في مصر. يبقى إذا بعد ما قتل كليبر مين اللي تولى قيادة الحملة يا بنات؟ مينو. مينو بقى كان بيفضل إن هو إيه يا أولاد؟ الخروج من مصر، وبالفعل تم الاتفاق على خروج الفرنسيين من مصر يا ولاد. المره دي بموافقه مين بقى؟ تم عقد الاتفاق مع ممثل الجيش الانجليزي يا ولاد لخروج القوات الفرنسيه بكامل معداتها على سفن انجليزيه، بعد ما كانت رفضت في اتفاقيه العريش ان الفرنسيين يخرجوا على سفن الدولة العثمانية ويرجعوا مرة أخرى إلى فرنسا. المرة دي وافقت على إن الفرنسيين يخرجوا بالقوات بتاعتهم على سفن إنجليزية. إمتى الكلام ده يا ولاد؟ كان سنة 1801. 1801. طب إحنا عندنا الحملة لما قلنا كانت سنة كام؟ 1700 قلنا كام؟ 98. خرجت امتى؟ 1801. يبقى اذا الحمله استمر وجودها في مصر قد ايه يا ولاد؟ 3 سنوات. يبقى ظل بقاء الحمله لمده 3 سنوات، اكيد الثلاث سنوات دول يا ولاد اكيد ليهم نتائج وتاثير. فالنقطه اللي احنا هنناقشها دلوقتي هي نتائج الحمله الفرنسية على مصر. النقطة اللي هنتكلم عليها دلوقتي هي ايه يا ولاد؟ نتائج الحملة الفرنسية على مصر. النتائج دي يا ولاد بنلاقي ان هي بتتعدد، عندي أول حاجة من ناحية الحربية. أول حاجة حربية. احنا لما نشوف الحملة اصلا جت ليه؟ كلنا عارفين الحملة جت ليه يا ولاد؟ الاسباب اللي هي الحقيقية، مش الاسباب اللي هي المعلنة، لا الاسباب الغير معلنة. ان جت الحملة ليه؟ قطع الطريق على انجلترا بين مستعمراتها فين؟ قطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها فين؟ هل نجحت الكلام ده يا ولاد؟ لا. يبقى اذا اول سبب فشلت فرنسا في قطع الصله بين انجلترا ومستعمراتها فين؟ في الهند. طب تاني سبب انها جت لاقامه ايه؟ مستعمره في الشرق وتكون قاعدتها مصر. جاءت لاقامه مستعمره فرنسيه في الشرق تكون قاعدتها مصر. هل نجح الكلام ده ولا لا؟ لا. يبقى اذا ايضا فشلت فرنسا في تحقيق الهدف الثاني اللي جاءت من اجله، وهو ان تصبح مصر ايه؟ مستعمره فرنسيه. مستعمره فرنسيه، وكل الامبراطوريه اللي هتكونها فرنسا يكون مركزها مصر يعني. يبقى ادي السببين اللي ايه؟ يبقى اذا النتائج الحربيه يا ولاد قلنا 3، لم تنجح الحمله في اقامه امبراطوريه فرنسيه في الشرق تكون قاعدتها ايه؟ مصر. تاني حاجه ان هي ايضا لم تنجح في قطع الصله بين انجلترا ومستعمراتها فين؟ في الهند. تالت حاجه بقى يا ولاد ان اضعفت انجلترا قوه المماليك، لان عندي المماليك طبعا الحروب اللي خاضوها ضد الفرنسيين اظهرت مدى ضعف المماليك يا ولاد وهزيمتهم في كل من موقعتي شبراكيت وإنبان. يبقى إذا عندي ده بالنسبة للنتائج الحربية. طب عندي بالنسبة للنتائج
سياسية يا أولاد بنلاقي إن الحملة أظهرت أهمية موقع مصر الجغرافي وخاصة لمين؟ لإنجلترا. يبقى إذا الحملة بنجاحها إلى مصر يا أولاد لفتت أنظار إنجلترا بأهمية موقع مصر الجغرافي. يبقى إذا أول نتيجة من الناحية السياسية إن لفتت الحملة الفرنسية أنظار إنجلترا إلى أهمية موقع مصر الجغرافي. طب إيه كمان يا أولاد؟ ده أنا بلاقي إن هي أظهرت المدى تماسك المجتمع المصري لكن في نفس الوقت عزلة المجتمع المصري عن العالم المحيط. إن المصريين ما كانوش يعرفوا أي حاجة للبنات بتدور حولنا. يبقى إذا بنلاقي الحملة أيقظت الوعي القومي لدى المصريين وده كان متمثل عندي في ثورتين قام بيهم المصريين ضد الفرنسيين. ثورة القاهرة الايه؟ الأولى وثورة القاهرة الثانية. يبقى أنا عندي الناحية السياسية النتائج ايه؟ هنقولها مع بعض تاني. إن هي الحملة لفتت أنظار العالم وخاصة مين؟ انجلترا الى اهمية موقع مصر الجغرافي. تاني حاجة ان هي ايه يا اولاد؟ مين هيقولي؟ مالكم النهاردة؟ يعني الحصة اللي فاتت الفصل نص الفصل التاني كان بسم الله ما شاء الله. انتوا النهاردة نايمين وهم هناك كانوا شغلة نشاط. ايه اللي جرى؟ كل مرة كان بيبقى العكس. انا ما ذاكرتش الدرس. يا اولاد الحملة زي ما قلنا عزلة المجتمع المصري عن العالم الخارجي المحيط به. ثالث حاجة إيقاظ الوعي القومي والحس الوطني لدى المصريين وده ظهر في ثورة المصريين ضد الفرنسيين سواء ثورة القاهرة الأولى أو الثانية. نيجي نشوف عندي يا أولاد إيه النتائج النوع الثالث ناحية إيه بقى؟ ثقافية وعلمية. كلنا عارفين ان الحملة لما جت كانت جايبة معاها مجمع علمي ولا لا؟ بيضم علماء في كافة المجالات. انا عندي بلاقي نجحت الحملة يا ولاد ونجح احد علماء الحملة هو مش موجود عندكم في الكتاب بس انا عايزاكم تعرفوا اسمه. العالم ده يا ولاد اللي هو العالم الفرنسي اسمه شامبليون. شامبليون نجح في ان هو ايه؟ ان هو يقوم بكشف او فك رموز حجر رشيد. اما فك رموز حجر رشيد يا ولاد ايه اللي احنا قدرنا نعرفه؟ النتائج اللي ترتبت على فك رموز حجر رشيد معرفه تاريخ المصريين القدماء. عارفين التاريخ الفرعوني؟ لولا كشف ومفك رموز حجر رشيد ده ما كناش قدرنا نعرف اي حاجه عن تاريخ المصريين القدماء الفراعنه. يبقى اذا اكتشاف حجر رشيد يا اولاد ونجاح العالم الفرنسي شامبليون في ان هو يفك رموز حجر رشيد ده خلانا نعرف ايه يا اولاد؟ تاريخ مصر القديم اللي هو تاريخ الفراعنه. طب ايه كمان؟ ان هما تاليف كتاب عن كل احوال مصر في جميع النواحي واطلقوا على الكتاب ده اسم كتاب وصف ايه؟ مصر. يبقى تاليف كتاب عن مصر اسمه وصف ايه؟ مصر. الكتاب اسمه ايه يا اولاد؟ وصف مصر. يا ريت نسمع وصف مصر. انتوا ايه صحوكم منسسرين على ايه؟ مش حصل. صح صح. اول حاجة فك رموز الكتابة المصرية القديمة بعد اكتشاف حجر رشيد. تاني حاجة العلماء كتبوا كتاب عن مصر يا ولاد سموه وصف ايه؟ مصر. ان هم تالت حاجة بقى قاموا بدراسة لتوصيل البحرين. عارفين البحر الاحمر والبحر المتوسط؟ اللي بعد كده تم تنفيذ المشروع اللي هو مشروع شط قناة السويس يا ولاد بنلاقي نفكروا فعلا